السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن جهاز اسمه التمبر سويتش. التمبر سويتش ده بيبقى موجود على المحابس بتاعة الترمبات بتاعة الحريق، ودايما بتلاقيه موجود على المحبس وليمانيوم أو أكس حديد زي ما انتم شايفين. ده التمبر تمام، وفي أكس هنا كده أو اللي أنا بشاور عليه ده بيبقى عبارة عن جزء حديد كده متوصل بالأكس بتاع المحبس، بحيث ان لو حد فتح المحبس او قفل المحبس يدي الارم على لوحه الانذار ان حد لعب في المحابس، لان دي بتبقى مظبوطه على ظبطه معينه. فده بيدينا تريبل، بيبقى انذار بسيط كده، صوت رنه على لوحه الكنترول بينبهنا ان حد بيلعب في المحبس سواء قفله او فتحه. وزي ما انتم شايفين دايما بتلاقيه على المخرج بتاع اي اوس اند واي جيت فالف. لو احنا كده جينا هنا بصينا في تمبر سويتش اهو، في تمبر سويتش اهو، في تمبر سويتش تاني اهو، اهو هنا الصوره اوضح شويه اهو. دايما بيبقى على مخارج المحابس. في تمبر سويتش تاني برضو اهو، في تمبر سويتش تاني برضو اهو، بس كده ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد ونكمل باذن الله معلومه تانية عن ترمبات الحديد.